والعقل والإدراك من أزكى منن الباري وأسناها وأجل النعم وأغلاها. فبالعقل يسمو صاحبه وتجل مناقبه وتنوء عن الفرطات عواقبه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. أيها المؤمنون، لقد جاء الدين الإسلامي الحنيف بما فيه مصالح العباد في المعاش والمعاد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولقد حرم الله كل ما فيه فساد للعباد في المعاش والمعاد. لذا